التصريح بالأمراض المهنية إما عن طريق رب العمل أو المؤمن نفسه ويتم التكفل بالملف الطبي نتاعو على مستوى وكالة ورقلة. بالنسبة للعمليات المراقبة عندنا هناك مراقبين فيما يخص في مختصين في الوقاية والأمن يتنقلون يوميا إلى أماكن العمل التي تحدث فيها بكثرة حوادث العمل ويتم التشخيص إما مرض مهني وغير مهني. وهذه المبادرة داخلة في السياسة تاع الدولة الجزائرية لأن فيه تصريحات كثيرة خاصة عند أطباء العمل يقولوا باللي عدد التصريحات بالأمراض المهنية وخاصة سرطانات المهنية قليلة في الجزائر. في العالم يقولوا باللي من 4 إلى 8.5% من السرطانات في لا بوبولاسيون جينيرال هم عندهم اون اوريجين بروفيسيونيل مصدر مهني. إذا قلنا في الجزائر عندنا 50 هم يقولوا باللي 50 ألف سرطان جديد على مستوى لا بوبولاسيون الجزائريين. 4 إلى 8% معناها من 2000 إلى 4000 سرطان مهني سنويا. هذا هما على المستوى الدولي. في الجزائر عدد التصريحات بما يخص السرطانات المهنية هو 5 في العام. في الخمس سنين الأخرين من 2018 إلى 2022 الصندوق لم يتحصل إلا على 25 تصريح بسرطان مهني. بزاف يقولوا باللي الإشكال هذايا في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي العمال الأجراء، ماهوش الصندوق. الصندوق ماشي هو اللي يقوم بتصريح السرطانات المهنية، الصندوق يوصلوا له لي ديكلاراسيون تصريحات ويقوم بالدراسة لتعويض العمال الذين أصيبوا بسرطان مهني. وهذا تطبيقا لتشريعات خاصة القانون 83/13 المؤرخ في 2 جويلية 1983. من هو الذي يقوم بالتصريح؟ اللي يقوم بالتصريح هو اللي يدير التشخيص، يعني الطبيب المعالج. إذا ما كانش تصريحات يعني باللي الطبيب المعالج ما قدرش، عنده ان كونسير، عنده مريض، عنده ان كونسير، ولكن ما يديرش العلاقة بين السرطان وبين المهنة. لذا يجب على الطبيب المعالج أنه يرسل المريض هذا شيكي اون دياغنوستيك ان كونسير، يبعثوا عند طبيب العمل اللي هو عنده المؤهلات باش يدير التشخيص، يا هل ترى هو سرطان مهني او لا. ومن بعدك هو اللي يقوم بالتصريح الى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعيه العمال الاجراء. الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعيه مشكورين والكل من ساهم في هذه المبادره. مبادره يعني اهتمت بجانب حساس جدا عند فئه في المجتمع بصفه عامه وفي المؤسسات، يعني احنا كعمال كشركاء اجتماعيين يعني نحييوا هذه المبادره ونتمنى انها تتواصل المبادرات من هذا النوع. المبادره يعني ولا العنوان الملتقى هو السرطان المهني. فصلوا يعني الإخوة الأطباء والمتدخلين في الملتقى يعني تفصيل كثير لكثير من الأمور يعني كنا نتفاداوها، يعني وخاصة المستخدمين أن يتفاداوا أصلا السقوط في هذه الأمراض المهنية اللي راح تكلف الدولة ملايير وملايين الدولارات، يعني وتكلف يعني أمور اجتماعية فيما يخص العامل. يعني السرطان المهني وكيفية المعالجة يعني وكيفية توفير المعدات يعني اللي لازمة لباش العامل يكون في محيط مهني، يعني ما يؤديش الأسباب عنوان المؤتمر. وهذا يعني حرص كبير من الصندوق الوطني، يعني وتثمن مؤخرا بتدخل رئيس الجمهورية اللي هو أعطى مبلغ كبير لمرضى السرطان عبر المستوى الوطني. احنا نحيوه كرئيس الجمهورية على هذه المبادرة لما تعانيه هذه الفئة في المجتمعات في المجتمع الجزائري. هذا يوم جهوي حول السرطانات المهنية هنا على ريجيون تاع السيد، اورغانيزي ولا منظم من طرف الجمعية الجزائرية لطب العمل بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يهدف هذا الملتقى إلى إبراز ولا دور طب العمل والكناس في الوقايه وفي المتابعه الامراض المهنيه خاصه بما فيها الامراض السرطانيه. دونك عندنا شحال من مداخله اليوم راح تندار في هذا المجال، وفي الاخير عندنا اكيد نصائح وعندنا دي ريكومونداسيون راح نمدوهم دون سو سونس. ان شاء الله نتمنى من الجهات الوصيه ياخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.